أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم
وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله غركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلتحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل
ليلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وليذكر أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا
ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من واق بسم الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى حسبنا ربنا لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا ند له لا صاحبة له لا ولد له حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ظالم وظالمة من كل ظالم وظالمة من كل ظالم وظالمة من كل ظالم وظالمة اللهم أبطل عين الجن وحسدهم اللهم أخرج عين الجن وحسدهم اللهم أطفئ عين الجن وحسدهم اللهم أخرج عين الجن وحسدهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم اللهم أبطل عين الجن وحسدهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم اللهم أبطل عين الجن وسحرهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل حسد الجن وظلمهم وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم وحسدهم اللهم أبطل عين الجن وحسدهم اللهم أبطل عين الجن وحسدهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم اللهم أبطل عين الجن وسحرهم اللهم أبطل عين الجن وحسدهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم اللهم أبطل عين الجن وأسحارهم اللهم أبطل عين الجن وظلمهم اللهم أبطل عين الجن وسحرهم وحسدهم وظلمهم اللهم أبطل عين الجن اللهم أبطل عين الجن اللهم أخرج عين الجن اللهم أطفئ عين الجن اللهم أبطل حسد الجن اللهم أخرج حسد الجن اللهم أبطل عين الجن اللهم أطفئ عين الجن اللهم أخرج عين الجن اللهم أبطل 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 عين الجن اللهم أخرج عين الجن
اللهم اطفئ عين الجن، اللهم اخرج عين الجن، تبطل عين الجن، تطفئ عين الجن، تخرج عين الجن، تزول عين الجن، تبطل عين الجن، تطفئ عين الجن، تخرج عين الجن، تزول عين الجن، تبطل عين الجن، تخرج عين الجن، تطفئ عين الجن، تزول عين الجن، تبطل عين الجن، تخرج عين الجن، تطفئ عين الجن، تزول عين الجن، تبطل عين الجن، تزول عين الجن، تخرج عين الجن، تطفئ عين الجن، تزول عين الجن، تبطل عين الجن، تخرج عين الجن من البدن كله، تطفئ عين الجن، تبطل عين الجن من البدن كله، تزول عين الجن، تخرج عين الجن، تطفئ عين الجن، تزول عين الجن، اللهم اخرج عينها، اللهم ابطل عينها، اللهم اطفئ حرها، وابطل حرها، وازل اذاها وضررها وضرها وشرها، اللهم لا تبقي لها اثرا، 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 ابطل حرها واخرج حرها وازل اذاها وضررها وضرها وشرها، بسم الله تبطل كل عين حارة قوية، تخرج كل عين حارة قوية، تطفأ كل عين حارة قوية، تخرج كل عين حارة قوية، صابت وعذبت وأمرضت والصدر ضيقت والأنفاس قطعت والجمال غيرت، والجمال غيرت والجمال بدلت والجمال سمولت، اللهم اخرج حر كل عين موروثة على السلالة عليها جنية ربته منذ الصبا والصغر، لبسته منذ الصبا والصغر، سكنته منذ الصبا والصغر، عمرت جسده منذ الصبا والصغر، اللهم ابطل حر كل عين، وابطل حر كل عين، واخرج حر كل عين، وازل اذى وضرر وضر كل عين، بسم الله الواحد الاحد، تخرج كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تطفأ كل عين وحسد، تزول كل عين وحسد، تخرج كل عين قوية وحسد، تبطل كل عين قوية وحسد، تزول كل عين قوية وحسد، اللهم أخرج حرها، تبطل كل عين على الدين وقوة الإيمان أصابت، تبطل كل عين على الاستقامة والالتزام أصابت، تبطل كل عين على الدين وقوة الإيمان أصابت، تبطل كل عين على التصدق والإحسان، على حب الفقراء واليتامى والمساكين، على حب الفقراء واليتامى والمساكين، اللهم اخرج حر كل عين اصابت على حب الفقراء واليتامى والمساكين، اللهم ابطل حسدا على التصدق والاحسان على الانفاق والسخاء والعطاء، اللهم ابطل عين الجن، اخرج عين الجن، اللهم ابطل عين الانس والجن واخرج عين الانس والجن، اللهم اخرج حر اعين الانس والجن من بدنه، اللهم اخرج حر اعين الانس والجن من جسده، اللهم اخرج حر اعين الانس والجن من بدنه، اللهم اخرج حر اعين الانس والجن من جسده، اللهم اخرج حر اعين الانس والجن من بدنه، ابطل حر اعين الانس والجن من جسده، اخرج حر اعين الانس والجن من بدنه، ابطل حرها، اطفئ حرها، اخرج حرها، ازل اذاها وضررها وشرها، تبطل كل عين غادر، تبطل
تطرق العين الفاجرة، تطرق العين الفاسقة، تطرق العين الحارة، تطرق العين القوية، تطرق العين عذبت وأمرضت والصدر ضيقت والأنفاس قطعت والجمال غيرت عين. اللهم اخرج حرها من الأبدان، أبطل حرها من الأبدان، أطفئ حرها من الأبدان، أخرج حرها من الأبدان، أزل حرها من الأبدان، أخرج حرها وحرارتها، وأبرد حرها وحرارتها، اللهم لا تبقي لها أثرا، اللهم لا تبقي لها أثرا، اللهم ابطل حسدا على المحبة بين الزوج وزوجته، على المودة بين الزوج وزوجته، على الألفة بين الزوج وزوجته، على طيب المعشر والعشرة بين الزوج وزوجته، على إحسان الزوج لزوجته، على ود الزوج لزوجته، على حب الزوج لزوجته، على طاعة الزوجة لزوجها، على حب الزوجة لزوجها، على إخلاص الزوجة لزوجها. اللهم ابطل كل عين على المحبة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج، على طيب المعشر والعشرة بين الأزواج، على الألفة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج، على المحبة بين الأزواج، على طيب المعشر والعشرة بين الأزواج. تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين. اللهم اخرج حرها، اللهم ابرد حرها، اللهم اخرج حرها، اللهم زل أذاها وضررها وشرها، اللهم اطفئ حرها، اللهم ابرد حرها، اللهم اخرج حرها، وازل أذاها وضررها وشرها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أم زاغت عنهم الأبصار فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم اخرج حر كل عين وحسد، اللهم ابطل حر كل عين وحسد، اطفئ حر كل عين وحسد، اخرج حر كل عين وحسد، اخرج حر كل عين وحسد، ابطل حر كل عين وحسد، اطفئ حرها، ابرد حرها، اخرج حرها، ازل اذاها وضررها وشرها، اطفئ حرها، ابرد حرها، ازل اذاها وضررها وضرها وشرها. اللهم لا تبقي لها في البدن اثرا، اللهم لا تبقي لها في الجسد أثرا، اللهم لا تبقي لها في البدن أثرا،
اللهم لا تبقي لها في الجسد أثرا، اللهم لا تبقي لها في البدن أثرا، اللهم لا تبقي لها في الجسد أثرا، اللهم لا تبقي لها 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 أثرا، اللهم أخرج حرها وأبرد حرها وأزل أذاها وضررها وشرها. لا إله إلا الله وحده نصر عبده، هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا صاحبة له، لا ولد له. لا إله إلا الله، 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 وحده لا شريك له، لا ند له، لا صاحبة له، لا ولد له. لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الكريم، لا إله إلا الله الرحيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرضين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما شاء الرب كان، وما شاء العلي كان، وما شاء القدير كان، وما شاء الرحمن الرحيم كان. صلى الله العظيم رب العرش العظيم، رب الجاه العظيم، رب الملك العظيم، رب السماوات السبع والأرضين، يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ويبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الهالكين، يا إله الأولين والآخرين، أناصر المظلومين والمستضعفين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عاف مبتلانا يا رب العالمين، أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب وترفع بها البلاء وتنزل معها رحمتك والشفاء وتشفي بها الأدواء، شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم أبقى لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، سألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك اللهم يا ربي من النار وما قرب وما أدى إليها من قول أو فعل أو عمل. سألك الجنة ونعيمها ودارها ودورها وقصورها، ونعوذ بك اللهم يا رب من النار وحرها وقعرها وظلامها وظلمتها ومن كل ما يؤدي إليها رب العالمين. آمين آمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما، ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. إذا كنتم مسلمين حقا، هذا لا يجوز. إذا كانت السبابة مرفوعة وأنتم تدلون على الإسلام، فالأولى أن تفصحوا عن الحقيقة سبب الدخول، لماذا أنتم هنا؟ إذا كنتم دخلتم على ملة الكفر بسحر وهداكم الله في جسده وتعرفتم على دين الله عز وجل على الإسلام، فالأولى أن تفصحوا بالحق. والمؤمن والمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنتم الآن في معصية كبيرة إذا كنتم على إسلام وعلى دين وعلى توحيد. إذا كنتم مع الله عز وجل فالله لا يحب هذا ولا يرضى هذا. الله تعالى حرم عليكم هذه الأجساد أن تدخلوها وأن تسكنوها وأن تعمروها. الله جعل للصالحين منكم مساجد، وجعل للطالحين منكم
راكم عارفين تعلمون، والجبال والقفار، أما ما أنتم عليه الآن من وجود في هذا الجسد فهذا ظلم عظيم. هذا ظلم في حق أنفسكم أولا، وظلم في حقه ثانيا. هو سيد جوابا لربه سبحانه وتعالى، ويوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى سيزد الجواب، له شيء يجيب به ربه سبحانه وتعالى. إذا تأخرت صلاة عن وقتها بسببكم ستعذبون يوم القيامة أنتم. إذا تعذب في صدقة تصدقها وتألم قلبه بسببكم ستسألون يوم القيامة أنتم وتعذبون، ولا حجة لكم، وهو له حجة وأنتم ظلمكم له. كل ما يعانيه من مشاكل زوجية مع زوجته وأبنائه وأسرته ستسألون عنه يوم القيامة، ليست لكم حجة أمام الله وهو له حجة. فرسالتي لكم معشر الجن في هذا الجسد وفي كل جسد ستسمعون هذه الرسالة، أن تعودوا إلى الله، أن تتوبوا إلى الله، أن تتقوا الله، أن ترجعوا إلى الله، أن تنيبوا إلى الله، أن تستغفروا الله على كل ما فات، وتسألوه أن يصلح ما هو آت، وأن تردوا المظالم إلى أهلها، وأن تبكوا بكاء مريرا حزنا وألما على ما فات من ضياع للعمر، ضياع للوقت والساعات في معصية رب سبحانه وتعالى، وأن تتقوا الذي خلقكم فسواكم وجعل منكم الذكر والأنثى ورزقكم مثل ما رزقنا من كل النعم، أن تتقوا الله سبحانه وتعالى الذي قدمكم علينا في الآية وقال لكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى كرمكم بالعقل لتفكروا، لتعوا، لتتدبروا، لترجعوا. الله تعالى أعطاكم عقلا ليس لتعيشوا في الظلمات ولتكونوا كلابا عند السحرة الظلال الفجار. توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، كونوا مع الله. الله يحب لكم الخير. ما دام الله تبارك وتعالى أتى بكم إلى هنا لتسمعوا هذه الكلمات وهذه الرسالات وهذه الدعوات وهذه الآيات، إلا وأن الله سبحانه وتعالى يحب لكم الخير. ما من جني يعيش على هذه الأرض يوفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يدعى إلى دين الله عز وجل، ما من جني ولو كان كافرا ولو كان خادم سحر على أي ملة على أي دين كان غير الإسلام، وخدم سحرا وسكن جسد مسلم من المسلمين أو المسلمات ووفقه رب العزة والجبروت إلى أن يدعى إلى دين الله في حصة رقيته، أو إلى أن يتألم بصلاة صلاها عبد من عباده سكن جسده، أو إن يدعى إلى دين الله عز وجل على لسان عبد من عباده ولو كان عاصيا، فليعلم هذا الجني أن الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الخير في وجهه. من أنت حتى تجلس الآن على ذاك الكرسي مرتاحا وتسمع القرآن وأنت مرتاح، وتدعى إلى دين الله عز وجل وأنت مرتاح؟ الذي أراد هذا وكتبه في لوحه المحفوظ هو الله. لو كان الله لا يريد لك الخير لما أتى بك إلى هنا لتسمع هذا الكلام العظيم. لو أن الله ما أراد بك خيرا لسكنت جسد كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسوني أو ملحد جاحد، ولكن رحمة بكم معشر الجن في أجساد المسلمين وفقكم الله لأن تتعرفوا على هذا الدين. من لم يتعرف على هذا الدين الآن في رقية، في قرآن، في صلاة، في وضوء، في عبادة، في رمضان مضى عليه وهو في جسد مسلم ولم يتب إلى ربه جل وعلا فهو مصيبته، وللخزي ويا للعار ويا للذل. القرآن العظيم الذي تسمعه الآن نزل من الله سبحانه وتعالى إلى جبريل، إلى الناس، إلى العالمين، وقبل أن يجمع هذا القرآن وتوفق أنت بعد 14 قرن إلى أن تسمعه لقد قطعت لأجله الرقاب، هجر لأجله محمد صلى الله عليه وسلم، سل الدم من وجهه الشريف، ذبح لأجله الصحابة الأخيار، قطعت أشلاؤهم، أيديهم وأرجلهم حتى تسمع هذا القرآن العظيم. فمن لم يقدر هذا القرآن العظيم إنسا وجنا، ومن لم يعطيه حقه سمعا وتدبرا، فهو في مصيبة عظيمة. فندعوك إلى الله تبارك وتعالى
كما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم باقي المخلوقات، أن أدعوك إلى الله تبارك وتعالى وإني لا أرضى لك الكفر كما لا يرضاه لك الله. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يرضى لعباده الكفر. فما دمت جنيا مقدما على الإنس في الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت مكلف بعبادة الله في هذه الأرض، أنت شيء عظيم لو قدرت نفسك، أنت خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقه سبحانه ليعبده لا ليعصاه، ليطيعه لا ليشرك به. تب إلى الله وعد إلى الله وقل معي هذه الكلمات. أنا لم أتكلم معك يوما ولكن أدعوك لله تبارك وتعالى، قل معي هذه الكلمات بصوت مرتفع أسمعها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا إله إلا الله. أقسم بالله العظيم رب الإنس والجن أن أكف عن كل أذية وظلم، وأن أبطل عمل السحر، وأن أرد المظالم إلى أهلها، وأن أخرج طاعة لله وحده، وأن لا أعود إلى أذيته، وأن لا أعود إلى أذية المسلمين ما حييت أبدا، وأن لا أعود إلى خدمة السحر ما حييت أبدا، طاعة لله وحده، لا إله إلا الله. طيب، أنا لا أشق على صدرك، لأن لما جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الذي طعنه قال لا إله إلا الله، قال له: قلتها خوفا. فلما عاد إلى رسول الله قال له: أشققت على قلبه؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنكم مكار، ماكرين، مخادعين، شياطين، ولكن لما يرفع الجن أو الإنسي سبابته ويقول لا إله إلا الله نحكم عليه ظاهرا، وليس لنا الحق أن نشق على قلبه، ولكن يبقى دائما المؤمن كيس فطن، ولست بالخب وليس الخب يخدعني. فحتى تؤكد لنا إسلامك، فهذا ينفعك أنت، أنا لا ينفعني في شيء. طيب، هو مأجور بإذن الله، وجودك في جسده مأجور هو عليه بإذن الله، أما وجود نفسك في جسده هو مصيبة عظيمة تؤدي بك إلى النار والهلاك. طيب، فالحل الآن هو تخرج طاعة لله صدقة، وانتهى الكلام. إما لك ينشي سحر ويوجد سحر في مكان ما، أو عندك قصة مختصرة تقولها لي، مرحبا. أما القصص الدرامية والأفلام أنا لا أحبها. دخلت طاعة لساحر أو طاعة لنفس وهوى وشهو أو مع عين، تخرج طاعة لله وانتهى الكلام، لا داعي لكثرة الكلام والأفلام. طيب، ودعنا من كثرة الكلام، تخرج طاعة لله أم عندك جملة مفيدة تقولها لي تنفع هذا الرجل في شيء يخصه؟ تفضل في الانتظار، عندك جملة مفيدة تقولها؟ أنتظرك، الوقت من ذهب لم تقرض وقرضك. جزاكم الله خير الإخوة على الدعم، ونتمنى إن شاء الله يكون هذا العمل خالص لوجهه الكريم، والكل إن شاء الله يستفيد وينتفع. وكما قلت لكم راه البثوث المباشرة اليومية دائما غادي تكون على التيك توك، والكل إن شاء الله يستفيد. والغرض من هذا ليس غرضا ماديا أو غرض شهرة أو شيء من هذا القبيل، أتمنى إن شاء الله هذه الصفحة هذه تنمو وتزكو وتبارك وتزدهر، والكل يشترك فيها ويدعو الناس للاشتراك فيها. والغاية منها لا نريد منها شيئا إلا لله تبارك وتعالى فقط، طلب الله يرزقنا الإخلاص، وحتى إذا زاغت النفس نسأل الله أن يعيدها. الغرض من التواجد ديالنا على التيك توك هو نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالص لوجهه الكريم فقط لا غير. رفع السبابة ديالك وقل لي: إلى عندك جملة مفيدة تريد الخروج أم عندك شيء تريد قوله؟ ما عندك شي حاجة بغيت تقولها؟ لا. طيب، دخلت بعين جيد، تخرج الآن طاعة لله. من بغيت تخرج؟ من أي مكان؟ تلق راسك، تلق راسك، الوقت وباقي الناس قدامك يستناو، باقي حصص، تلق راسك. منين باك بغيت تخرج؟ من أي عضو من الجسم ديالك باغي تخرج؟ من أي مكان؟
من أي مكان راك باغي تخرج من الجسم ديالو، من أي مكان باغي تخرج من الجسم ديالو. معقود عندك عقد مثلا؟ هادشي ما كيدخليش الراس بصح هاد الوقت هذا. أنا غادي نوقف الحصة الآن، وأنت قلت أنك داخل بعين وحسد، أنك باغي تخرج وما قادش. معقود هادشي ما كيعجبنيش، إذا غادي نتنقلوا لواحد المرحلة غدا وبعد الغد، ماشي غدا، يوم السبت إن شاء الله. في هاد الحالة نلتقي مع هذا الأخ يوم السبت، خليكم معنا الإخوة كاملين يوم السبت، وبدل ما غادي نرقيوك إن شاء الله ونقول قل أشهد أن لا، سنعذبك وأنت لك واسع النظر، غادي تسمع رقية ديال العين الحسد، وتسمع رقية ديال فك العقد، وبعدها مباشرة غادي تجي لعندي وسأكرمك إكراما لم تكرمه من قبل. هادشي اللي كاين، إما تخرج، أما إذا وصلت عندي فلا أنصحك، والله العظيم، وانتهى الكلام. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. من جميع الذنوب الخطايا نتوب اليك. ربي ما كان صواب فمك وحدك، وما كان خطاين او سهو او زلل او نسيان فمسيم الشيطان. الله رسول منا وبراء، الله اعلى واعلم، والحمد لله رب العالمين. اخوان اللي كاينين هنا يا مديراتور، اي واحد يعلق تعليق خايب بوكي والله يجزيكم بخير. راك معايا الاخ جيد؟ هادشي اللي وقع لك اليوم سبق اللي وقع لك؟ زيد داك كرسي لك حنا بسرعه، راه باقي حصه. هاد الاحداث اللي وقعت لك اليوم، ارفع صوتك شويه، راه عندي الودن ديالي طرشه. هادشي اللي وقع لك اليوم سبق اللي وقع لك من قبل؟ اول مره في حياتك، واخا كنت كدير رقيه دائما، هذه اول مره توقع في هادشي هذا. جيد، واخا شنو النسبه ديال التصديق ديالك القلبيه والشعوريه والاحساسيه ان هذا الجني صادق؟ 50-60%. علاش قلت 50-60%؟ كيعاوني في شي، كيعاون في شي حوايج، كيعطي الاشارات كاينين، كيعطيك الاشارات، كيدلك على شي اشياء اللي هما حقيقي، ولكن ما تيقش واخا يكون ذوك الحوايج. فهمت، كنحطوا هذا الموضوع كامل جانبا. ونلتقي يوم السبت، يوم السبت صباحا مع العاشرة نروح للمركز الاخر، ولا لا الاخر، دير رقية عند الاخوة يخدموا معاك، انا غادي نخلي لهم انا رسائل، ونشوفك يوم السبت مساء. تتاكد من الاخت واش كاين مواعيد يوم السبت عندي ولا لا، المهم انت تنسق مع الاخت صافي. الله يفرج عليك، والامور راه غادي يفتح بواحد السرعه. احنا كما نقولوا الحاله ديالك من خلال انك زرت بزاف نتاع الاخوان، نطلب الله يوفقنا واياهم لكل خير، ودرت الرقيه بزاف، يعني هاد المراحل اللي وصلنا لهم راه بهذه السرعه، بهذه الحصص القليله وبهذه السرعه راه انجاز. نطلب الله تعالى يشافيك الحمد لله، ونطلب الله تعالى يشافيك عاجلا غير آجل. امين وبارك الله فيك، الله يفتح عليك. السلام عليكم. الله يحفظك، بارك الله فيك. نقلوا الحصه اخرى للاخوه.